ابن البلد الأول في هذه الحلقة هو الأستاذ العالم الكبير الذي نفاخر به فعلا، ليس عالم على مستوى سوريا وإنما على المستوى العربي والعالمي. التقيناه قبل حوالي سنتين وشاهدنا مختبرا غريبا مدهشا أدهش كل من شاهده. تذكروا هذا المختبر الذي عرضناه عليكم قبل سنتين، تفضل. أستاذ عمر، كنا عم نبحث عن أولاد البلد في حماة، فالكل أشاروا لعمر حمشو. الحقيقة بيقولوا اللي بيطلع من القلب يوصل للقلب، على ما يبدو أنه كل شيء عم تعمله لأجل بلدك عم يوصل لأولاد بلدك. وأسألك عن هذا السر، يعني باندفاعك وراء الإلكترون والبحث الإلكتروني واعتمادك الكامل على نفسك، على مالك، على جهدك، ما اعتزت حدا، ما طلبت من حدا، إلى أي حد توفقت؟ بالنسبة لموضوع يعني اعتمادي على ذاتي، طبعا بعد اعتمادي على الله عز وجل، يعني صار عندي يقين من خلال التربية اللي تربيتها أنا أنه في إمكان الإنسان يقدم كل شيء، ما في قدامه حواجز ولا عوائق أبدا أبدا أبدا، وما في شيء اسمه مستحيل. يعني هذا الشيء الغريب جدا، يعني آلاف المحولات واللمبات والمكثفات والمقاومات، لماذا؟ كلها عبارة عن قطع إلكترونية، كلها مجموعات، دارات متكاملة، مكثفات، ترانسفورات. بمعنى أنت عامل الآن عنوان للي بيدخل لعندك. أيوة. هذا أنا، هذا أصول العلم الإلكتروني بهذا المكان، تفضل. كل غرفة إلى استخدام معين، كلها إلى عمل معين. نحن الآن أمام مخططات ودارات واغفر لي جهلي، طبعا من أول لحظة بعترف أني أنا جاهل في هذه الأمور. طبعا هالغرفة هي بالذات عندها إمكانية تختبر الإلكترون الصناعي أو الكمبيوتر عندما يعطي أوامر لآلات إلكترونية. أنا عم طاقة، يعني في عيني أخذت السقف، أي حتى السقف في عليه مخططات. هذه بالذات، هذه لمعمل الغاز المرافق، كان عنده جهاز إلكتروني متعطل، جينا على الجهاز بنحل مشكلته وإذا في خطأ بالتصميم فصممنا جهاز آخر، وهذا هو اللي موجود فوق. صممت جهاز، صممت تصميم كامل. والجهاز الأصلي تصميم مين؟ دولة أجنبية، يعني تصميم أوروبي وأمريكي وياباني، يعني بدون ما أذكر اسم الشركات لأنه ما مناسب يعني. نعم. وين بدك تاخذنا الآن؟ والله يعني المختبر كبير جدا، تفضل. كمان أيضا على الباب في كمان رسم. طبعا هذا مخطط لجهاز بيتحكم بمنظومة تبريد لمعمل كامل. كان فيها مشكلة، كمان مشكلة تصميمية، طبعا كل شيء شايفينه كان فيه مشاكل تصميمية. تصميمية؟ تصميمية. لماذا يعني هل يعقل أن يصمم يعني الأجانب يعني آلة بهذا الشكل في خطأ؟ ممكن من حيين، ممكن هالشيء يكون علما وصل لهالمستوى وما قدر يحلوا هالمشكلة، وهذا هالشيء طبعا أنا مشاهده، وأحيانا بيكون خطأ مقصود، يكون خطأ ونقطة ضعف مقصودة حتى يعني يكون في دائما استيراد ومعامل. أستاذ عمر اغفر لي هذا السؤال، هل تزعم بأنك أنت يعني أقدر منهم على تصميم جهاز ما؟ والله يعني طبعا أنا هي الإلكترون عبارة عن هواية بحياتي، وعبارة عن شيء يعني داخل بذراتي بكياني، يعني صلي 40 سنة بشتغل بهالهواية، يعني ففي أمور كثيرة كثير من شركات كبيرة وفي أخطاء كثيرة، يعني أحيانا أشاهدها بشكل يومي، احيانا هالشيء اللي بتحكي انت بشكل يومي، واحيانا بيكون في نقاط ضعف مقصوده، واحيانا اخرى بيكون نفس الجهاز مرسل الى بلدنا في نقطه ضعف مقصوده، بيكون نفس الجهاز الى مرسل الى مكان اخر في دوله متقدمه بيكون بيختلف التصميم. انا راح اظل مندهش طول الوقت. الان حتى بالطرف الثاني من الباب في مخطط، وعلى الجانب، على الجانب هاد والجانب هاد والسقف، أنا أمام حيرة، أمام متاهة. نحن الآن وين؟ هو الحقيقة المتاهة ما هون، متاهة في مكان آخر هون. طيب الآن اللي أمامنا هذا الشاب هون، نعطله هون غرفة الإنترنت، تراسل المعطيات. طبعا بالإنترنت صار العالم كله مو عبارة عن قرية صغيرة، عبارة عن غرفة صغيرة. طبعا هلأ ما عاد العلم حكر على دولة، هلأ الحكر العلم انتشر في العالم كله. ماذا علينا أن نفعل؟ الإرادة والمتابعة في إمكانه، كل شيء موجود. ماذا تستطيع أن تفعل بلدنا؟ كل شيء، نحن بلدنا مهيئة ساوي كل شيء، أكثر من الدول المتقدمين.